وأحب أرحب فيكم في حلقة جديدة ستي سكاي لاين. معكم خليل من خليل جيمينج، وأشكركم على متابعة السلسلة. كل يوم ما شاء الله المتابعين يزيدون والمرضى في المدينة يزيدون. المهم اللي بس نقصوا صح، وايد نقصوا المستشفى هذا. كم شال؟ 300 قاعدين ينقصون. حلو، حتى مشكلة الأمبولانس نيوز معنا سايرين في الدرب حقهم، بس يعالجون الناس مساكين، يعالجون الناس. الصناعية هاي والله شكل المدينة ترى قام مستوي أحلى من الأولية. بس شو اللي أعتقد أن نحن بنحتاجه الحين؟ صناعية جديدة. أفكر أسوي صناعية قريب من هاي واي ثاني، على أساس هني ما يسوي لنا زحمة، والهاي واي هذا أشوف من داخله ومخارجه حلوين الصراحة، ونوصلهم بالقطار. القطار طبعا عندنا خطوط نحن جاهزة. فشو قلت بسوي؟ بسوي صناعية بتكون بعيدة شوي نسبيا، لكن شو، لكن بتكون زينة يعني. صناعية حلوة بتكون، نحطيها واستخلنا نشوف اتجاهات الشوارع. أول شيء جميل اللي مسوي الماب كاستم هذا، جميل اسمه ذا كلوسل هيل سايد اللي يبي ينزله. جميل الصراحة، جميل الخط هذا كيف رايح راد جميل. انا عايبني تفرع، يعني اروم اطلع الصناعية من التفرع خلال اليوتيرن هذا، من اليوتيرن هذا اروم اطلع لهم خط هايوي واشبكه في مدينة القطارات. خلينا نبدأ الشغل بدل ما اقولكم بس شو بنسوي، لان صناعية انا عندي ستاندرد عالمي. هذا هني بيدخل قطارات، هذا الشارع الرئيسي عندي في الصناعية. الشارع الرئيسي مال الصناعية شو بيكون؟ لحظة خلينا نمدله. الناس اذا دخلت من هني جت من هناك بنسوي مداخل مخارج من وين؟ من داخل. اخلي التقاطع هذا كامل، التقاطع هذا بعد في نفس الوقت كامل. هذا الناس اللي بتدخل تطلع الصناعية عن طريق منو؟ عن طريق الهاي واي. طبعا اتوقع يكون وايد زحمة. بسوي مدينة هني في مرحلة من المراحل، بنسوي مدن، لأن عنا نحنا الشاطئ جميل ترى على فكرة، يعني الشاطئ جدا جميل. ما عنا حاجة للسكان حاليا، نحنا محتاجين شو؟ صناعية. صناعية ما باها يعني، ما باها كبيرة وايد، ما لها داعي، ما لها داعي كبيرة وايد، ما داعي يكون لها حجم الخرافي بالأحرى. على فكرة الحين ما تشكت على الثروات اللي عندي. شو حط لنا ريسورسز في الموب؟ عندنا اي ريسورس هني؟ عندنا منطقة بترولية، هذي بنسويها صناعات بترولية كاملة. هاي المنطقة مدخل 1 2 3 4، بنسوي هذا المدخل وبنسوي هذا المخرج. اوكي، اساس الناس تدخل وتطلع وتمشى في المكان. وهني بنسوي صناعات بترولية ثانية. لا غيرت الشارع. هني بنسوي صناعات بترولية ثانية. بنسوي حولهم دكاكين وخدمات هني وسوالف. وبنسوي عندنا، والله عندنا اماكن حلوة حتى هني. هاي الصناعية يمكن امد منها خط تحت الارض، اسوي هني بس منطقة حق صناعات الشو، صناعات شو اسمه، حق الزراعة سوري، اسويهم تخصصهم اللي هي فيرتل لاند. لكن هل انا عندي زون فيرتل لاند؟ بسوي غابات اظن تشجير اخر شيء. بنشوف نحن في عنا مجموعة زونز. أيوة هذا هو أورجانيك زونز، بس مش بالضبط هو ترى على فكرة أورجانيك، مش ما يخصه. هذا يبغى له زون جديد. بنشوف نحن كيف الصناعات هاي، بما أن بيكون عندنا قطار، قطار بيكون هنا أحلى مكان ممكن نشوفه حق قطار الصراحة. كارغو ستيشن، نبا كارغو لودينج ستيشن او دبل تراك كارغو شو ستيشن. ما يبالي دبل تراك، ما اظني، ما يبالي، يبالي الكلاسيك. احلى شيء حق هالصناعية بتكون كلاسيك، ما
مي، بمد لك خط مي من آخر الدنيا صبر. مدلكم مي، من قال ما مدلكم مي؟ خلينا نمشي الماي على الشوارع. عندنا موضوع السولار جميل، للحين ترى ما سويت لا نووي ولا غيره. بعدني على منو؟ على السولار قاعد اشتغل. السولار شيء جميل ترى على فكرة والله، يعني هالسولار يسوي بلاوي وما له استهلاك عالي، ما له السوري صرفية العالية. نسوي هني داخل بعيد عن الشارع العام، ما نسوي الاخطار، ما بسوي الاخطار نفس ترى كان غلطة اسويها قبل الموسم اللي قبل او نفس اللي هني. انا مجبور في الوضع اللي انا فيه ان القطار يكون هو نفس الممر لباقي القطارات، ما ينفع، لازم اللي بيوقف القطار يطلع من الشارع ويدخل، ما يقول ابا نفس المكان، لا ما يستوي. انزين الحين احنا اتفقنا ان هاش بنسوي، احنا اتفقنا ان هذا بنسوي صناعات بترولية هنا، وبنسوي صناعات بترولية وين عندنا هنا، هاي صناعات بترولية اللي هي راح تكون زونز ديستركتس. we need to zone this. اوكي عندنا هذا زوند، اوكي وهذا نسوي اويل اندستري وهذا نسوي اويل اندستري بكل بساطة، ونجيب باقي الاماكن ونحط فيه صناعات عادية، لان في نهاية اليوم بنحتاج صناعات ثانية، بس هاي اللي بيحتاجون خدمات الدنيا بروحهم على فكرة. انا اقولكم بس الهاي واي متوصل في الهاي واي الثاني اصلا؟ ما اتوقع هالشي متوصل. وين فيه؟ ما اشوف انه متوصل انا في اي جهة، فلازم اسوي كونكشن بين الهاي وايز. حاليا بخلي القطار يشوف الماجيك ماله، شوف القطار يحول كل شيء ان شاء الله لهم. كارغو ترين، اوكي هذا كارغو ترين. شوفوا هنا على طول طلع لنا صناعات بترولية، صناعات عادية، وخلنا نحط لهم عماير دكاكين على الخط ومبعدين عن الدنيا. يعني اللي بيداوم هني مسكين الصراحة، مسكين من الخاطر، والله انا مسكين، كم باخذ درب لين يقول امين. زين نبغى شيء ثاني اللي هو اختار ون لين، اختار عادي وين، اختار حق ركاب، نسويه مش عند الصناعة البترولية، نسويه هني، وهذا نوصله في منو؟ خط الاقطار. صبر انا جيت مكان غلط، هذا نوصله هني، نوصله وين؟ هني اساس اللي جاي واللي رايح، ونسوي هذا منه نقطة اللي هي من هني لين الصناعية الثانية، واللي يبي يروح المدينة بعد يقدر يروح ولا لا؟ بيسوي زحمة، خلهم ينزلوا في الصناعية الثانية وبعدين ياخذون شو؟ ياخذون اللي يبون، يسوون اللي يبون عادي مو مشكلة. بس الحين لا، الحين سوري. زين الحين يبالنا بس كم من سولر هني على اساس الحين موضوع الكهرباء هاي، لازم لابد السولر هذا شيء اساسي استوى عندي حاليا. not enough money. لحظة السولر هذا بكم؟ ترى السولر رخيص هذا، سولر هذا ب 3000. ما عندي 3000 انا، شوف لا والله ما عندي 3000، عنديش السولر هذا هني طريقة هاي، من يبنون شوية عاد استمرهم طيبة، بيشبكون في بعض وبيشبكون في السولر اللي هني بس ما له داعي ترى. لحظة خلنا نحط سولر ثاني هني، اوكي ممتاز، لا ممتاز، هذا بيكون بعيد شوي،
لكن الصناعة البترولية تكون بعيد أحسن. أدري بيكون لهم درب، يعني مش شيء بسيط أحط صناعات آخر الدنيا، لكن ولازم قطارة، مو في شارع عام، ولازم قطار. ترى موضوع ثاني إنه لازم قطار، لابد. أجبرتهم في شيء على الأغلب ما يبونهم، بس شو، بس في عندهم شيء. خلينا نشوف في حد يروح يرد على القطار هذا. كيف يضرب خط؟ لحظة، ليش ما نسوي له ممر اختصار؟ نختصر المسافة من هني لين هني، نسوي ممشى اساس يمشي الدوام دايركت. ما في تكاسي ترى عندي هني، ما في شيء عندي، ما عندي ولا شيء هني. يوه، تو خلص الطلبة الصناعية. نحن الحين متى، من متى الحين قامت البيوت تنبني؟ اكثر الناس بيجون من هني، بياخذون درب، يوقفون هني في المحطة هذه، بيتريون اختار منو، اختار الصناعية، بعدين بيركبون وين، اختار الصناعية، بيتوكلون لين هني. بعد في زحمة ترى، والله الكارغو ترى شيء كئيب. لحظة، شو الانيميشن فنان والله. مال الكارغو رقم واحد انيميشن. تعال بطلع الحين، بالعكس ريوس قاعد يمشي من اخر الدنيا. يعني الحين يوم انا بلا انيميشن ما اشتغل، وين حاطين زين؟ ما اشوف. نفس الشيء، نفس الشيء، بس زين. يعني زين، الحين اللي بينزل مختار يبارد دكان صح؟ نحط الدكاكين هني، هني الدكاكين، عندهم مجرمين، عندهم كذا، عندهم كل شيء في الدنيا هني. بلاك 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 كرام ريتس، هاي ليش تسرقون مكان نفس هذا؟ سؤال مو بعيب عليكم، ما تستحون يعني مثلا ولا كيف؟ لحظة، هذا الشارع ما راح يقزر الحل. نسوي الشارع رأي زيني. شفته، شو صار هني؟ بتشوف، شفته انا مالكم. بعد للحين زين، مركز الشرطة هذا الحين كيف وضعه؟ بكف الشعب كله. ترى هاي مشكلة الون واي، الون واي هاي واحدة من أكبر المشاكل اللي واحد ممكن يواجهها مع الون واي، اللي هي كيف تحطي غراضك ولا كيف تحطي خدماتك وبعدها يغطي. هاي مصيبة ثانية ترى. زين الحين إذا بعدل الشوارع هاي ما بسوي انا هاي الترا تو على فكرة، بس حق الشرطة حاليا بسوي استثناء. شوف الحين الشرطة بتوصل هنا، الشرطة بتوصل بس اساس الشوارع. يلا مجبور ان اخذ كلا بطلو. الحين استو عندي شرطة، ان شاء الله يزخون حد. 10 سيارات طالعين، دوريات كلها برا. شوفوا هل مداني بتوي، شوفوا الزحمة اللي بتستوي الحين، الزحمة هني بسكر لآخر الدنيا. بس دخلت الهاي واي حلوة، يعني بعيدة شوي وقريبة في نفس الوقت. في ناس تروح ترد دوامها هني، في ليش ما في زبالة يبالهم. نحط ريسايكلينج سنتر صغير، ريسايكلينج سنتر. الحلو في ريسايكلينج سنتر مدى طويل، يعني يوصل كل مكان، ما عندك مشاكل. محتاج عمال، انا اسف لكن العمال بيونك من بعيد ترى، مش من هني، لازم تري عليهم. والله ليش زحمة هني؟ هاي تريون شارع العام. اوه الزحمة اللي هني،
اوف يا الزحمة. اوف يا الزحمة. بسبب الزحمة الصناعية، اكيد الصناعية. فبشو اسوي؟ لحظة خلنا نعدل. متى في حياته الصناعية ما سوت لي زحمة؟ خبروني. لحظة خلنا نكسر هذا ونرد هذا هني. نسوي هاي بالطريقة هاي. 6 18 20 20 وايد بعد. سوي 12 12 بعد نوعا ما وايد بس it's very nice still. اوكي حلو وايد اوكي. بس ابى الخط يتحرك انا، فشو بسوي؟ اني ابى الخط يتحرك مو ابى شو جامد. بجيب خط من هني بنحطيه وين؟ جنب. لحظة هاي الوضع يبالي تكتكة. 18 نزله 12 نزله 9. مستوى الخط اللي وين؟ هني مرة جنب الخط جنبه جنبه. شوف انا احس انه هذا احلى. هذا الثاني ترى اوريجينال انماط زين. هذاك باي باس حق اللي منو بيطلع من الدرب هذا يتوكل وين؟ يتوكل هالدرب هذا خلاص يطلع سيده ياخذ يوتيرن يروح. ما بشوفه في الشارع، ما بشوف الشارع. بس ان شاء الله يستعملونه يعني، لان هاي اللي عندهم احتراف رفع الضغط. الزحمة واقفة لين وين والله؟ لين اخر الدنيا. دايما زحمة القطارات عندي تذبحني يعني. انا زحمة القطارات تذبحني. تبو موظفين اعرف، بس المشكلة مش هني. المشكلة الثانية اللي انا سويتها اني شبكت هذا في نفس الدرب. فشو بسوي؟ ما بخلي السكان يتريون وين في زحمة هذا. ده اوكي خلنا نكسر هذا نطلع لنا خط من هني لين وين رايح؟ لين هني. وهذا نفسه عادي، ما تشوف الضغط عليه. انا الصراحة هاي هذا خط ثاني جديد بديل. بدل ما يدخلون في نفس الزحمة يمكن يكمل سيدة أخير له. شوفوا يعني الحين هذا يتريا هذا وين يخطف يدخل صح؟ أدخل الحين هذا بيروح سيدة ما بيتريا الزحمة اللي هناك. على فكرة هاتوي حتى اللي طالع واللي داخل نفس الشيء، بس هني حتى هني صار زحمة زحمة خرافية. اوكي سويت صناعية واحترقت. هذا اللي ما داني. انا انسان انبجت الحين، انا انسان انشو عندي ميزانية امشي عليها. والله الميزانية هاي بتذبحنا. ما علينا، ابو دكاكين حولكم. انا اسف لكن ابو دكاكين، ابو دكاكين انتو تعالوا وينكم؟ ابو دكاكين دكاكين اشارة العامة كل عماير بعد زين. ما اقدر احط لا اقدر يلا لحظة لا ما ببي. انا ما اخذ القروض كلها يا حبيبي على القروض. توكس تحيدون 11% بنرجع لها.
لين وضع المدينة شوي يستقر. ما أحسن من الموسم الماضي، الموسم الماضي افتقرنا من أول حلقة تذكرون كنا على طول على وشك الإفلاس. يلا الحين خلينا ندخل شوي فلوس زيادة، ما على احترق واحترق ماله، وأنا ناقص مشاكل صح؟ أنا ما عندي مشاكل بس أنتم تحترقون الحين. انزين وحدة نباه ديزاستر ريسبونس يونت، بس أحس حرام أحط هذا بالكمية هاي حق الحرق، هذا بينطفي ولا ما بينطفي؟ تري شوي، إذا احترقت صناعية كامل معناه ما بينطفي، بنحطه، إذا ما احترقت معناه لازم نستجيب. هذا هني اللعبة، هني اللعبة. ما ضفتك من زحمة اختارات، شو ما اسوي صح؟ لو في بس اربع خطوط سوي ابجريد يكون فيري نايس حق الخط العام الرئيسي، بس اربع خطوط بظن بيكون في مشاكل في لفاتهم واليوتيرن وغيره هالاماكن. اوكي انطفت خلاص، برايك توصل هنا بتحرق شوي البوكس بوكس فاكتوري مصنع صناديق بيحترق بعد. الحين تبون سكان من الصبح يا منا بسكان ما في. انزين الحين يبان لنا منطقة سكنية في هالحول هني موصولة منو في الصناعية، بس مش موضوع الحلقة لان وقت الحلقة خلص، بس سويت صناعية واحترقت للاسف. المهم مش مشكلة، انت شفت الصناعية الجديدة ووضعها يمشي ترى ما عليكم، فنشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.